برضي مستمرين مع الرسائل عشان ننشط الناس، وبحييكم كل اللي بيتابعنا على صفحة الإعلامي عبد الناصر زيدان على الفيسبوك وعلى قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، وتحية ليكم مني ومن صديقي نجم الجماهير الأستاذ أبو المعاطي زكي، ومن الكابتن ضياء السيد والكابتن حمادة صدقي، لكل من يتابعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك مستمرين معاكم. وهذه الحلقة عن مباراة مصر وتوجو برعاية على فكرة موقع مصر تايمز من المواقع الإخبارية الشاملة، لأحسن حد حصل عنده لغط انه موقع رياضي، لا مصر تايمز موقع اخباري شامل، موقع متميز جدا، ورشحوا لحضراتكم انكم تتابعوه، من المواقع الصاعدة في مصر بسرعة الصاروخ، وهو راعي لهذا الاستوديو، يعني هو راعي لهذا الاستوديو، وهو موقع شامل، موقع خبري متميز جدا جدا جدا، في كتيبة من الصحفيين المتميزين. موقع مصر تايمز من المواقع القادمة بقوة، والمواقع اللي هتعجبكم، ولو حضراتكم تابعتوه يعني هتعرفوا صحة كلامي. كمان ويكي فود الراعي الرئيسي والرسمي لنا في هذا اليوم، لهم منا كل التحية وكل التقدير. ومن خلال مصر تايمز وويكي فود هناك العديد من الجوائز والعديد من المفاجآت سنعلنها لكم يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، عن مباراة الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي على حسب ما يقول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأن آخر ما وصلني في هذا الموضوع إنها قرعة. إن هيكون في قرعة لصاحب الملعب الزمالك. هيكون في قرعة صاحب الملعب، وكلمة صاحب الملعب علشان حاجة لبس. تنظيمية لبس. خاصة باللبس، خاصة بال مسؤول عن الملعب، مسؤول عن الملعب، حاجات زي كده، يعني ليس لها لا علاقة لا بالتاريخ، حاجات إدارية. بالظبط. ولما سألنا برضه في الفاصل أو في الاستراحة قلنا هل التاريخ يعني الأهلي هو الأعلى بطولات ونادي القرن؟ نعم. قال لك مالهاش دعوة، احنا بنتكلم في مشوار فرقتين وصلوا في بطولة في 2020، بنعمل قرعة، القرعة طلعت الأهلي، طلعت الزمالك، أعتقد إنها طلعت الزمالك تقريبا، الزمالك تقريبا الزمالك، يعني قالوا لنا إن الزمالك هو صاحب الملعب، يعني هو اللي هيختار الزي، هو اللي هينظم الحدوته مع الاتحاد الافريقي. في نقطه الفار برضو وضح لنا حازم ان الفار في الادوار النهائيه دلوقتي ما يقدرش، عشان مصر فيها امكانيات الفار، لكن توجو ما فيهاش، يعني في بلاد ما فيهاش امكانيات تعمل فار، فهو ما بيعملش فار في الادوار دي، لكن في الادوار النهائيه هو بيتكفل بالفار هنا وهناك. بالظبط كده، ربنا يكرمه الحاج حازم. حازم عامل لنا كل حاجه. ما هو احمد بره الاداره، قعد في البيت من اول امبارح بس. من اول امبارح. وكيله هو الذي تولى الامر في الاتحاد الافريقي، النائب. النائب بتاعه. طيب الاستاذ ابو شادي سراج الدين، الف مبروك للاعلامي عبد الناصر زيدان واخي ابو المعاطي زكي، والف مبروك ليكم، وكل التحيه لاسره موقع مصر تايمز. على فكره مصر تايمز ده مش موقعي، ده موقع كبير جدا، اصحابه ناس تقال قوي، يعني ربنا يكرمهم، يعني يا جماعه ده موقع اخباري شامل، الناس ظنت انه تبعنا ولا حاجه، ده هو الراعي لينا النهارده مع ويكي فود، هم الرعاه. كمان عندنا الناس كلها بعتلنا اهو، انا اضطررت اصور لك الشاشه ولك الحكم. ده مجدي؟ لا ده رائع، ده عم حسين فؤاد من جده، عشان كده غاب الفار. العب يا فار، العب يا حكم. رائع عبد الناصر، تحياتي لضيوفك الاستاذ محمد. انا عبد الناصر، تحياتي لضيوفك حماده صدقي والكابتن ضياء السيد، اهنيك على التجربه الرائعه. محمد غنيم بحيره، اهلا يا غنيمه. رائع جدا يا عم، ربنا يخليك يا استاذ محمد يا محترم. شمال سينا، وتحياتي للاخ الطحاوي من شمال سينا. غياب صلاح اثر بالسلب على الطريقه الهجوميه لمنتخب مصر، مع العوامل الاخرى مثل العناصر الجديده في التشكيل الاساسي وعدم الانسجام. عبد الله الطحاوي شمال سينا. تامر دبور، مساء الفل وما زلت مستمتع معاكم.
ماتش ربع ساعه يعني فشلنا. معلش الثلاثه بنط اهم، الثلاثه بنط اهم. ابو رجب من غزه، مبروك فوز المنتخب الخجول. ملاحظتي على المباراه، لعيبه الاهلي والزمالك كانت بتلعب وهي خايفه من الاصابه وبتحفظ شديد. كان مباراه القمه بين الاهلي والزمالك لسه بدري. تعليقك؟ لا طبعا، المباراه يوم 27 لسه بدري بدري، ولا يمكن ده يعتبر قصور في حق بلده طبعا. ولا لا يمكن. لا طبعا لعب المنتخب ده شرف كبير، ما بعده شرف يعني. كل واحد عايز يحط رجليه، كل واحد عايز يبقى لعيب دولي يحط رجله وينافس. صديقنا المحترم مصطفى بيبي يومي، صديقي العزيز، قول لي اعمل ايه معاك؟ عايز اعمل مداخله ازاي؟ المداخلات بعد ما بخلص يا جماعه، انا وحدي هستقبل بعض المداخلات من الاستوديو بتاعي في البيت، علشان بس الوقت بتاعنا وعلشان الناس شغاله من 9 الصبح، فعشان كده بنعتذر عن موضوع المداخلات، ولكن هفتح لكم مداخلات ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص بساعه ان شاء الله باذن الله. اوصل البيت وافتح لكم مداخلات قبل صلاه الفجر. لا ما تقلقش، انا بقعد للفجر وبعد كده خلي لي بالك نافع الناس، خصوصا اللي بيصلوا الفجر. صح، ما بيلاقوش حاجه تسليهم. صح، هكلمك انا اعمل مداخله معاك. يا كابتن ضياء، ما بيلاقوش حاجه تسليهم والله. ايوه صح، وخصوصا وبعد كده ده وقت ذهبي للمغتربين. علشان كده الزباين بتوع المغتربين كتار جدا. امريكا بالزبط. امريكا لا امريكا 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 وكندا. امريكا وكندا في نفس ال لا وبسم الله ما شاء الله احنا متشافين جامد في الحته دي يعني. يعني لكن الصين واليابان مش هينفعوا معاك. لا لا، بس في حد بيتابعنا من كوريا الجنوبيه وشيلي. شيلي انا بتاع كوريا الجنوبيه، قلت له احلف بالله انك كوريا غير شيلي في التوقيت. والله والله فكروا يقول لي بتفرج عليك من كوريا الجنوبيه، قلت ده واحد بيشتغلني بقى، قلت له احلف بالله. راح قال لي طب ابعت لك على الماسنجر الرقم وكلمني من التليفون، هتلاقي الكود كوريا الجنوبيه. قلت له طب ممكن يكون معاك شريحه جايبها من كوريا، انت عارف كل حاجه. قال لي اقسم بالله انا من كوريا، اسمه حسن من المحله، ولد جميل جدا. صف النيه ابو حسين. لا لا ولد صدقه على طول. صدقه على طول. لا ما في ناس بتلعب بينا برضه يا كابتن، خليك انت حسن النيه. كمان عم الحاج اسماعيل قشطه، يا ملك الملوك يا عم اسماعيل، يا قشطه يا محترم حبيبي، بتفرج عليك اهو انا والعيله في البيت. يا عم اسماعيل قشطه، يا ملك ادميدا ده ميد غمر بتاع انتخابات ملك شده في الموضوع ده. لا مالناش احنا ده. خلينا في الكور. او ماله حبيبي، ده من الزعماء بتوع ادميدا. يا كابتن اجب على سؤالي من فضلك، عندي الكثير والكثير اريد ان اقوله مع حضرتك، ينفع نتكلم واتساب في الوقت الذي تختاره ام ماسنجر؟ والله ما اعرف، انت حضرتك محمد كامل الازهري، كلمني واتساب وانا تحت امرك. بيقولوا لي مشاهدات البث الاولاني عاليه جدا والمقاطع رائعه جدا، على الرغم ان المباراه ميته جدا، لكن اعتقد ان يوم الاهلي والزمالك احنا هنكون في حته تانية خالص، لان كمان عندنا مفاجات وتيشيرتات وجوائز ورحلات وقصه كبيره. ما احنا جاوبنا على تقنيه الفار يا صديقي. المخرج الكبير زميلنا المحترم خالد مخلص، المخرج المتالق في التلفزيون المصري. مساء الفل يا خلود، بيحييكم وبيهنيكم. خلود ابو عبد الله ابراهيم عساس بعت لنا حقنه، هيقول لك الحقنه دي مفيده لكورونا. نشوف الموضوع ده بعد الهوا. ده هرانا يا حاج ابراهيم، ابو عبد الله هرانا يا ابو ناصر.